السلام مساءكم أخواتي الأخوان، أشرف البداية مو بتقدمي على إتاحة وتكرار هذه الندوة التي تمينا نناقش فيها ونستمر فيها من عام 2009. لما لهذا الموضوع من أهمية حيث يمس كل شرائح المجتمع، كل فئات وكل طوائف. في 2009 بدأنا دق ناقوس الخطر عما يجري في التعليمات، وحذرنا من طريقة إدارة التعليمات. نتمنى اليوم بعد كل هذه الخمس سنوات ومضات واضحا يعني وجليا للجميع ان ما حذرنا من قاب قوسين او ادنى. ما يتم تداول الان من احتمال تغيير في بعض مزايا التامينات قد يكون اشاعه وقد يكون صحيح. سأتطرق الى بعض الاوراق الموجوده عندي وبعض الحسابات وبعض التصريحات الرسميه اذا ما كان ما يطرح صحيح. في البدايه راح تكون هذه الاسئله اللي اطرحها اثنين. هل فعلا الاشتراكات والالتزامات هي اسباب الازمه الاكتوائيه؟ هل المنظومه الاداريه المشكله من مجلس اداره واداره تنفيذيه كانت تدير الهيئه منذ عام 2009 الى 2005 بما يتناسب 2015 بما يتناسب وقانون 3 لعام 2008 اللي كان فيه اهدافه ثلاث نقاط اساسيه. الاولى انشاء شركه استثماريه بحيث تغير اسلوب الاستثمار التقليدي والكلاسيكي. الهدف الثاني دمج الطاقم الاداري في طاقم واحد اساس يخفف التكلفه الاداريه والمصروفات. البند الثالث توحيد المزايا خلال ثلاث سنوات وفق افضلها بين الصناديق. وكانت مهمه مجلس الاداره العمل على تنفيذ هذه الشروط الثلاثه. فراح اخذ في البدايه التكلفه الاداريه. هل فعلا نجح الطاقم الاداري بدفتي مجلس الاداره والاداره التنفيذيه في تحقيق هذا الهدف؟ في جميع المؤسسات الاداريه عندما تمر اي مؤسسه بضائقه ماليه اول حاجه الاداره التنفيذيه تريد النظر في طريقه التكلفه الاداريه. في بعض المؤسسات الطاقم الاداري يتنازل عن بعض المزايا حتى تمر هذه الأزمة، وهذا عرف صار في كل المؤسسات التجارية. بس إذا البروجيكتر تشتغل، ما وجدناه مخالف تماما لما يجري في أي عرف إداري منذ عام 2009 حتى يومنا هذا. تضخمت التكلفة الإدارية بنسبة 133% بدل أن تنخفض. وسأمر على بعض الأمور الأرقام، وهذه الأرقام موجودة مو من عندي، هذه من موقع الموجود للهيئة. قبل عملية الدمج في عام 2009 كانت التكلفة الإدارية لشؤون الموظفين 8,800,000. في 2009 بعد دراسة واستنتاج ان عدد الموظفين في الدمج يجب اعادة النظر فيه، تم تقاعد 260 موظف من الهيئة. صرف على تقاعدهم 7,690,000. نجح المشروع ونزل رواتب الموظفين الى 3,941,000. وتم النقاش في اليه التعيين، بحيث اليه التعيين يجب ان تكون وفق ضوابط وانظمه تتناغم قانون 3/2008.
بعيد عن المحسوبيات الشهريه والضروره. في رمضان الساعه 11 بالليل تم عقد اجتماع طارئ لمجلس الاداره، بعد ان تم ابعاد ممثلي العمال واقر هيكل اداري وسلم رواتب. في يوم واحد ارتفع رواتب الموظفين من 3 مليون الى 6 مليون بعد ما تم تقاعد 260 موظف. يعني رواتب 260 موظف اعطيت الى الفريق الاتي. ارتفعت النسبه بنسبه 14% في رواتب الموظفين. في نفس الفتره كانت الهيئه يديرها مدير تنفيذي واحد، فيها فريق استثمار وفيها فريق اداري. انقسمت الهيئه الى 3 مؤسسات، كل مؤسسه فيها رئيس تنفيذ وفيها فريق اداري. فتوزعت المصروفات الى 3. ايضا في 2012 طفر المبلغ الى 6 مليون و900 بنسبه 18%. وفي ذيك الفتره كانت التوصيه الاكتواريه بحسب الكلام تقول يجب اعاده النظر في المداخيل والمصروفات. 2013 ارتفع المبلغ من 6 مليون الى 8 مليون و200. 8 مليون و200 بنسبة 11%. في 2014 ارتفع المبلغ الى 9 مليون من اصل 3 مليون و900 الى نفس عدد الفريق. اي ارتفع معدل من 2010 الى 2014 بنسبة 133%. ونحن نتكلم في عجز اكتواري 6 مليون دينار بحريني. اصبح مصروف الطاقم الاداري خلال 4 سنوات 42 مليون و 630 الف دينار. في قرار 2011 بعد الاستغناء على الموظفين وصرف 7 مليون تم صرف 500,000 شراء مدن الى الموظفين كنوع من الحفاظ على الموظفين. قرار او قانون 3/2008 يتضح تماما بالارقام ان القانون في جهه والاداره التنفيذيه تعمل في جهه اخرى. في شراح راح اقولها بعدين وذكرتها من قبل، في عمليات مكافات مجالس الادارات و اتكلم فيها بعدين وحجم مبالغها. طيب نروح الى بعد مصاريف الموظفين، وهذه الطفره وصلت الى 33%. ناخذ الجزء الثاني وهو تاسيس شركه استثماريه كان يفترض فيها ان تدير اموال التامينات التي تبلغ 3 مليار و500 مليون، اكبر حفيره استثماريه في البحر. كم كانت تحقق وكيف كانت تباع؟ القانون يقول يجب في المادة السادسة إنشاء شركة استثمارية يوحد إدارتها إلى فريق متخصص يتمتع بكفاءة عالية في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين وتخضع لرقابة المركز المالي. وضع اشتراطات القانون، نوعية الشركة ونوعية الفريق. في الغالب الفريق الاستثماري عندما يستلم مبالغ بهذه الحصيله يحقق عوائد اذا ما تكون في مستوى السوق تكون اعلى او اقرب الى مستوى السوق. ما انتبهنا له في الدراسه وايضا من قوانين ومن حسابات المؤسسه ان ظل الاستثمار وفق 4 بنود: اوراق استثماريه وسندات، مشاركة في شركات مساهمة زميلة، وديعة، وعقار. نفس البنود ما تغيرت. نلاحظ بعد تأسيس شركة جديدة وصرف كل هذه المبالغ اللي وصلت ل 18% زيادة، كم حققت هذه المؤسسة من أرباح؟ 2011
2010 كان استثمارها 100 مليار و500 الف، حققت كم 76 مليون بنسبه 4%. حلو 4%. بس ذاك الفتره في السوق كان معدل الاستثمار 11%، عاد الاستثمار 11%. من هذا الاستثمار 7% كان عائد من شركات استثماريه زميله، يعني بتلك او غيرها يحققون ارباح ويعطون تامينات ارباح. في السنه اللي بعدها نزل عائد لان كان في شركه من الشركات معاد تضم احلال وصولها الى 0.005، لم يصل الى 1%. عوائد استثمارات مبلغها 1,500,000,000,000. السنه اللي بعدها الاستثمار 152 مليار و500 مليون، العائد 74، يعني 4.8. اللي بعدها هذه اول سنه يرتفع الى 6.7. اخر سنه اللي هي سنه 2014 وصل الى 4.2. 2014 بتصريح من او ما قدمته دبي وصل عوائد الاستثمار الى 18%. 18% نتكلم عن 4.1 بتكلفه عاليه. فريق الاستثماري استلم مكافآت مجالس اداره فاقت 5 مليون دينار غير بونس ومكافآت مقابل ان حقق 4%. في توصيه من مجلس الاداره راح اذكرها في نقطه في ميزانيه 2014، يقول فيها مجلس الاداره قامت الهيئه بتعيين اكتواري مستقل، وهذه معلومه من موقع الهيئه. هذا الفقره يقول تتطلب لقد بلغ العجز غير الممول 6 مليون دينار. من اجل الحد من هذا العجز غير الممول اتخذت اداره الهيئه عدد من الاجراءات بما في ذلك. اول واحد عمل على تنميه الاستثمارات لتحقيق عائد مجزي لدعم مصادر التمويل. هذا متى صار؟ من 2010 الى 2014 لم تتغير تركيبه الحقائب ولم يتغير العائد، بالعكس العائد كان في 4%. التوصيه الثانيه وهي رسميه، التوصية على زيادة الاشتراكات لتتناسب مع مزايا المعاشات التقاعدية، وهذا كارثة. كيف أرفع الاشتراكات لتتناسب مع مزايا التقاعدية المدفوعة؟ التوصية بإجراء إصلاحات رئيسية لأنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد. أنا ما أدري المجلس وسط ما أدري. بما في ذلك زيادة الاشتراكات من أجل الحصول على الصناديق المستدامة. هذه توصية رسمية من مجلس الإدارة. اللي المفروض منه أنه يعيد حسب القانون آلية الاستثمار في كل المؤسسات التجارية، في كل المنظومات التجارية. تغطى المصاريف الإدارية من العوائد والأرباح وليس من رأس المال. في أحد في العالم يغطي مصاريفه الإدارية من رأس المال أو من الأرباح؟ لأن الأرباح لا تفي، يعني حقي مليار خمسمائة ألف أحقق فيها 74 مليون. ذكرت أن عوائد البنوك الإسلامية إلى غاية أول يناير كانت 4.8 حق سنة واحدة و 5.2 لسنتين. فهل حقق الفريق الإداري والمجلس الإداري ما كان ملزوما في قانون 3/2008؟ يبين القانون كان في طرف ومجلس الإدارة والإدارة التنفيذية كانت تعمل في منظومة مختلفة. بعد كل هذه الأرقام يتضح تماما إخفاق المنظومة الإدارية في إدارة أصول صندوق التقاعد. هل يجوز إخفاق الإدارة الأرمية على العاملين
وحمله مسؤولية الإخفاق الموجود عندي. لو أخذنا بعين الاعتبار غياب مثيل للإعمال عن المجلس كدور القاضي وبقاء المجلس 9 يمثلون الطاقم الحكومي و3 يمثلون أصحاب العمل، فمن يتحمل المسؤولية في هذا الأمر؟ هل يتحملها المواطنين الغلمان اللي ضل يفتح طولها لسنين تجيها بعدين تقول لي لأن عندي عجز اكتواري 6 مليون راح اضطر ارفع عليك اشتراكات وفي نفس الوقت احتمال اقلل عليك المزايا؟ قدمنا مقترحات لما كنا موجودين لعمل مشاريع استراتيجيه تكون على مستوى استثمار قومي للاجل بعيد عن الاستثمارات السهله هذه السندات، من انشاء مصانع. يعني في اوروبا وفي امريكا صناديق التقاعد تمتلك محطات طاقه، تمتلك مصانع، تمتلك منشات طويله الاجل بحيث تخلق فرص عمل جديده، ومن هذه الفرص العمل يكون رافد الى الصناديق. بس عيب هذه الاشتراكات وفي صحيح لا تحقق عائد سريع، فبالنهايه ما في بونس للاخوان. ما يكون بونس مثل استثمارات كل سنه يستلمونها. هي تخدم فعلا صناديق لكن لا تخدم افراد بعيد. ايضا النقطه الثالثه اللي هي توجيه الاستثمارات بطريقه تاخذ المبدا، ما بقدر اقول الخارجي، بس في توجيه من الخارج وتسرب الى هذا الاستثمار. مشاريع كثيره تم توجيه المبالغ لها لا تحقق عائد، منها شطبت ومنها الى الان لم يرجع منها شيء. على سبيل المثال والان تم يتم مناقشته في مجلس النواب قرض ممتلكات الذي وصل الى 500 مليون. هذا القرض اعترض عليه ممثلي العمال عن تمريره لعدم شرعيته ولعدم ضمانه. لغايه ما كنت موجود والاخر لغايه ما اشوف الدراسه اللي هو ستيتمنت ما يبين انها تم تسديد هذا القرض ولا يبين انه تم استرجاعه. وهناك استثمارات اخرى. نروح للاستثمار الثالث، الشركه الثالثه هي الشركه العقاريه التي اسست من رحم فريق الاستثمار. وضع عليها ايضا رئيس تنفيذي وفريق. هذه الشركه العقاريه تمتلك 205 مليون دينار بحريني. تحقق عائد لا يتجاوز 1.2% 1.2% فقط عوائد العقار، بينما عوائد العقار في البحرين ما بروح محلات في دبي وغيرها لا يقل من 6 إلى 8 أو 10%. طيب هذا الفريق الاستثماري شو لازمته لحقق 1.2؟ إذا عرفنا أن فقط 10% من عقارات الهيئة هي العقارات المستثمر والبقية كلها أراضي الإيراد، لم يتم تشغيلها وتفعيل استثمارها الصحيح. خلال 5 سنوات بعد كل هذه الأمور ماذا حقق الفريق الإداري من قانون 3 عام 2008؟ هل يتحمل العمال إخفاق هذا الفريق؟ لقد دقينا ناقوس وكررنا الموضوع لأكثر من مرة. يجب على المسؤولين التدخل، يجب على الجهات أن تنتبه. الطريق كل ما استمر أصبح الطريق معقد أكثر. اليوم نتكلم عن أطروحة جديدة وهي قد تكون التقليل من بعض هذه المسائل أو ما يسمى تمديد العمر التقاعد. اي واحد دارس رياضيات يعرف اذا كنت دوم طالب شخص 5000 دينار وقلت له تعال بعد سنتين بعد 7000 دينار، هل حللت المشكله انا؟ انا بنعرف حللت المشكله بعد سنتين وضخمت الدين الموجود عندي. الفريق الاداري والطاقم يجب ان يقدم بدائل وحلول، لا يقدم اسهل الامور. الدراسه الاكتواريه تبنى على شيئين، وحتى الدراسة الاكتوارية لم تفي ولم تقدم الحل الأمثل.
قدمت هذا الأسهل فهو رفع الاشتراكات تقديم المزايا. أعتقد طولت أسئلة صدمت شوف السكوت ما راح يعني راح أترك السائل أن في نقاط راح أترك يعني أذكرها إلى حجم التسريب المالي للطاقم الإداري وحجم التسريب المالي إلى الجهات الأخرى. خلال 5 سنوات 111 مليون خرجت من الهيئة ولم تعد. دينار مو دولار. 42 مليون صرفت مكافآت وهدايا ورواتب إلى الطاقم الإداري. 5 مليون مكافآت ممثلين الهيئة في مجالس إدارات الشركة. يعني ما أدري الأستاذ عيسى كان موجود أعطانا رأي قانوني في ذيك الأيام أن موظف الإدارة هو موظف ويعتبر جزء من عملها. فكيف لما يأخذ المبلغ ويحطه في الأخبار يمشي؟ أعتقد هو موجود ويعرف الوضع القانوني، هو موظف يعني جزء من عمله أن يقوم بذلك. فبعض المسؤولين وصل المكافأة إلى 250 ألف دينار، بعض وصل 500 ألف دينار. آخر قائمة شكلت لا زالوا موظفين قد تقاعدوا من الهيئة منذ عام 2011 ولا زالوا يمثلون الهيئة في مجالس إدارات أخرى يتقاضون مكافآت مجلس الإدارة وتكون لها موجودة. راح أترك الكلام أيضا إلى أخوي فهد وبعدين إن شاء الله نكمل. شكرا لكم.